بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نستكمل معكم خواطر التدبر في سورة سيدنا يوسف. بعدما دخل سيدنا يوسف السجن ظلما وعدوانا ورضي بقضاء الله وقال إن الحكم إلا لله، ليس لهؤلاء الذين ظلموه بل هو لله عز وجل، فسأله فتيان كانا معه في السجن عن تفسير رؤيا. الأول تتعلق رؤياه بالخمر والثاني بالخبز، وقلنا من الاكتشافات الأثرية أن الفراعنة كانوا يضعون مصانع الخمر بجوار مصانع الخبز، فكان الخمر والخبز هما عصب الاقتصاد في ذلك الوقت، وبالتالي أشار القرآن إلى ذلك من خلال هذه الرؤيا لهذين الفتيين. ماذا فسر لهما الرؤيا أيها الأحبة بعد أن دعاهما إلى الله عز وجل ولم ينس وهو في السجن أن يدعو إلى الله؟ عندما قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، وقال لهم أيضا أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، ثم فسر لهما هذين المنامين. قال يا صاحبي السجن، انظروا أيها الأحبة هنا لفتة جميلة جدا ولطيفة، أن القرآن لا يذكر إلا الأسماء المهمة التي يريد أن يركز عليها. عندما لماذا لم يذكر اسم، يعني اسم أو اسمي هذين الفتيين، يعني الفتى الأول الذي رأى رؤيا الخمر والثاني رأى رؤيا الخبز، القرآن لم يذكر أسماءهما مع العلم أن الله قادر أن يذكر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يصرف انتباهك عن القضية الرئيسية وهي قضية تفسير هذا الحلم وإلى أين سيأخذ سيدنا يوسف فيما بعد إلى الملك. فهنا القرآن لا يذكر إلا الأسماء التي يريدك أن تركز عليها لأن فيها عبرة. اسم سيدنا يوسف مذكور، واسم سيدنا يعقوب مذكور لأن له، الله يريد أن يضع في رأسك الأسماء المهمة التي تتذكرها عندما تتعرض لموقف صعب. ربما تعرضت لظلم ما، تتذكر قول يوسف عندما قال إن الحكم إلا لله، اعتراف منك أن الحكم لله والملك لله والله هو الواحد القهار، وليس لأحد أن يضرني أو ينفعني إلا بإذن الله. هذه العقيدة تعطيك قوة إيمانية ونفسية، وتعطيك قوة في مواجهة المشاكل والمصاعب. فهنا القرآن يقول يا صاحبي السجن، لفت انتباهك إلى صحبة هذين وإلى أنهما في السجن، ولكن لم يأخذك، يعني انظروا الكتب المحرفة التي تسمى كتب مقدسة مليئة 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 بالأسماء، تدوخ الملك فلان وذهب إلى فلان وجاء فلان وفلان ابن فلان وفلان كذا، وأسماء يعني القرآن تصور سورة يوسف حتى الآن نفسرها ورد معنا فقط اسم يعقوب واسم يوسف، حتى إخوة يوسف لم يذكر القرآن أسماءهم نهائيا. ورد اسم مثلا سيدنا إبراهيم إسحاق يعقوب، لأن هذه سلالة الأنبياء، يريدك القرآن أن تضعها في رأسك وتتذكر هؤلاء الذين يعني أخلصوا لله وأحسنوا وصبروا ليكونوا قدوة لك، ويعني تحاول أن تقلدهم في دعوتهم وصبرهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك القرآن يقول يا صاحبي السجن،
أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هنا الرب بمعنى السيد أو يعني المسؤول، مسؤول كبير في الدولة يسمى رب. هذه المصطلحات كانت موجودة في زمن سيدنا يوسف. فالذي رأى نفسه يعصر خمرا قال له: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني أنت ستصبح بمنزلة خاصة من هذا المسؤول الكبير في الدولة وستسقيه خمرا. فكان في ذلك الوقت يعني الذي يقدم الخمر يعتبر هذا ذو يعني منصب وذو قرب من هذا الأمير مثلا أو هذا الوزير أو هذا الكذا، فبشره بهذا الأمر. الثاني قال: وأما الآخر، انظروا لم يقل وأما فلان، وأما الآخر. دائما يستخدم القرآن كلمات عامة لكي لا يشوش عليك القصة، وهذا أسلوب أيها الأحبة لا يوجد في أي كتاب آخر. اقرأوا الروايات، اقرأوا القصص، كتب القصص والروايات، تجد القصة فيها 100 اسم أو أكثر، تشتتك فلان وفلان وفلان وأحمد وعمر وكذا وعلي وكذا، وأسماء يعني تضيع فيها. لا، هنا القرآن يريد أن يركز عليه على الحدث وليس على الشخص. وأما الآخر فيصلب، الذي رأى في المنام أن فوق رأسه خبزا والطير تأكل من هذا الخبز، قال: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يعني هذه بشرى سيئة، أنه سيموت وأنه بعد أن يصلب ستأتي الطيور الجارحة وتأكل من رأسه. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يعني سبحان الله، أنا عندما أقرأ كأنني أمام برنامج أيها الأحبة، برنامج كل كلمة موضوعة في مكانها، يعني لا تستطيع أن تحذف كلمة ولا أن تضيف كلمة. أما أحدكما، لا تستطيع أن تحذف أي كلمة، تحذفها يختل المعنى. فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. والله أيها الأحبة، أنا أتحدى علماء الكون أن يختصروا كلمة واحدة من هذا الخطاب، لا يستطيع. أي كلمة تحذف سيختل المعنى بالكامل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انظروا تفسير رؤيا، يمكن إذا جلست مع أي مفسر يمكن أن يتحدث 3 أو 4 صفحات حتى يوصل لك المعنى. القرآن في آية واحدة، كلمات قليلة جدا، 2 تقريبا، لخص لك هاتين الرؤيا، هذه الرؤيا الأولى والثانية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى. يعني لا مجال للتبديل أو غير ذلك، لأنهم ربما أحدهما ناقشه وقال له: قد تكون مخطئا، قد تكون كذا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. على الرغم من ذلك أراد القرآن أن يقول لك إن سيدنا يوسف لا يعلم الغيب، على الرغم من أن الرؤية واضحة أمامه والتفسير واضح، وأن الأول سيصبح ذو منزلة عند هذا الوزير وسيسقيه خمرا، والثاني سيصلب وتأكل رأسه الطير من رأسي. على الرغم من ذلك ماذا قال؟ دققوا معي. وقال أي يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، يعني حتى هذه الرؤيا سيدنا يوسف، القرآن يريد أن يقول لك إن يوسف لا يعلم الغيب، هو يظن، قد لا يحدث هذا لأنه ليس إلها، هو بشر. رأيتم أيها الأحبة، هذه كلها دلائل إعجاز
وألوهية القرآن، أن هذا مصدر إلهي للقرآن وليس بشري. وقال للذي ظن أنه ناج منه، من الناجٍ؟ الذي سيصبح ذو منزلة عند سيده ويسقيه خمرا، الآخر سيموت سيصلب وتأكل الطير من رأسه. قال لهذا الناجي ماذا قال له؟ قال له اذكرني عند ربك، يعني قل لسيدك إذا أصبحت قريبا منه، فقل له هناك رجل مظلوم في السجن، وهذا الرجل لديه علم، لديه خبرة في تأويل الأحاديث، في تفسير المنامات. سبحان الله، القرآن هنا لا يقول لك وخرج من السجن وذهب وبالفعل سقى ربه خمرا وكذا وكذا وكذا، يضيع وقتك. لا، مباشرة عندما قال له سيدنا يوسف اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. يعني فعلا أنت عندما تدقق في تركيبة كلمات القرآن، اختصار عجيب جدا، لا تستطيع أن تحذف أي كلمة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. لخص لك بضع سنين، البضع من 3 إلى 10، ربما لبث 7 سنوات أو 9 أو كذا أو 8، يقال 7 سنوات. هذه السنوات 7 التي لبثها في السجن أيها الأحبة كانت لخير. لماذا؟ لأنه لو ذكره عند ربه وجاء هذا السيد أو هذا الوزير وأخرجه من السجن وأعاده إلى أهله مثلا أو عمل أي عمل، انتهى الأمر وانتهت القصة. ولكن الله يؤخر الإجابة لحكمة هو يعلمها. يعني لا تقل لماذا لم يستجب الله لي سبحانه وتعالى، لا تقل أنا دعوت ولم يستجب لي. دائما قل أنا دعوت واستجاب الله لي، ولكن متى؟ في الوقت المناسب الذي يحدده الله ولست أنا. لأنك إذا دعوت اليوم بالشفاء وكنت مريضا، ربما هذا الشفاء يكون سببا في هلاكك، ربما تقوم وتخرج وكذا ويصيبك حادث أو شر ما، أراد الله أن يقعدك فترة حتى يصرف عنك شر أكبر. فأراد الله سبحانه وتعالى هنا أن يلبث سيدنا يوسف 7 سنوات في السجن حتى يرى الملك الرؤيا التي سنتناولها في اللقاء القادم إن شاء الله، لأن تفسير هذه الرؤيا سيكون سببا مباشرا في وصوله إلى عرش الملك. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أن ينفعنا وإياكم. وأذكركم بأن ملخص هذه الحلقة إن شاء الله: لا تيأس من رحمة الله أثناء الدعاء، ولا تستعجل الإجابة. قد يؤخر الله إجابة الدعاء سنوات، ولكن لأنه يهيئ لك خيرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفع بهذه المعلومات كل من يشاهدها أو يسمعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.